غادي نبداو معاك بالكيك ديال القرعه الحمراء. وهذا الكيك كيف كتشوفوا مسامعتنا على الصوره عرفتي السمك ديالو والعلو ديالو جهالي بزاف، ويقدروا يديروا فيه الزريعه ديال القرعه الحمراء. دابا كتباع في السوق ثاني الزريعه ديال القرعه بواحد اللون اخضر، ما عرفتش الاصل ديال هذيك الزريعه. ملي كتجي جديده بزاف كتجي في كنزوقوا بها الخبيز، كتجي في لي كيك كتجي زوينه. مفيد بزاف هذا الكيك، وحتى السيدات يقدروا يتخوفوا يقولوا كيفاش غادي تجي القرعه في الكيك، ما تنحسوش بها. كيجي بحال الكاروت كيك، يعني ما كتحس كيجي واحد المذاق ديال الحلاوه في الكيك ولكن ما معروفش الاصل ديالو. ديك المره رفقات الشيف بشرى بن شرقي قدمات دي كوكيز بحبيبات الشكلاط وبالقرعه الحمراء وجابتهم للاستوديو برحمتي ايد براسو. عرفتي كنأكد لك على انه جاب حل ان كاراميل، يعني القرعه الحمراء كتجي غزاله كتعطي للسيده الطوع باش تعطي هذه الحلاوه في هذا الكيك. اذا ما تخافيش منه الا لانه غادي يجي حلو حلو، وهي فيها فوائد سناء، فيها فوائد كثيره. وانا راه عطيت وصفات درناها في لاباط دو فروي، كنت درناها في كوسكوس رويال، درناها في لاباط دو فروي. ودكتور عماد كيعطيها ايضا كوصفه لتخسيس اللي فقدان الوزن الزائد. غير حنا هنا ما غنقولوش ان هذه صالحه لفقدان، هذه صالحه للتبرع. نبداو نتوكلوا على الله. غنحتاجوا ليه 400 غرام ديال القرعه حمراء. غادي ناخذوا القرعه حمراء وغادي نقشروها ونقطعوها طريفات ونبخروها في الكسكاس. عندكم جوج طرق، نقدروا نبخروها طريفات ونمعسوها بواحد الفورشيط ونرجعوها بيغي، ولا نسلقوها في شويه الماء، يعني ماشي بزاف الماء باش ما نضيعوش هذوك لي فيتامين اللي غيكونوا في القرعه نضيعوهم في الماء. دونك غنسلقها في شويه الماء، والماء القياس اللي غادي اللي سلقها وما يشدش ليا، يعني تشربوا يعني تجيني القياس اللي غادي يطيبها لي. نمعسها بالفورشيط ونحطها على جنب تبرد حتى نوصلوا عليها. غادي نحتاجوا 150 غرام ديال الدقيق ابيض الفورس يكون من النوع الجيد، 150 غرام ديال السكر البني يعني لو سوكر بران ولا سكر الاشقر، 150 غرام ديال الزبده تكون بحراره المطبخ وتكون زبده من اصل حيواني، يعني ماشي لو بور مارغارين لو بور انيمال. غنحتاجوا ثلاثه البيضات يكونوا كبار، الا كانوا صغار نستعملوا اربعه، معلقه صغيره ديال القرفه عامره راه فيه العطريه لالا سناء هذا الكيك. غنحتاجوا حكه ديال الكوزه وهذه فاكولتاتيف، يعني اذا لما بغيتوهاش ما ديروهاش، كتجي زوينه كتجي زوينه كتجي زوينه. كاين اللي ما تيبغيش يديرها. غنحتاج واحد جوج حبات ديال القرنفل ندقهم ونغربلهم مزيان باش ما يبانوش بزاف، كيجي غير هذاك لاغياغو ديال القرنفل. غنحتاجوا قريصه ولا راس المعلقه ديال سكينجبير، ولا كان عندنا سكينجبير طري نحك واحد شويه ديال سكينجبير طري. غنحتاجوا شويه ديال الفاني، يعني واحد ساشي ديال الفاني، جوج خمارات ديال الحلوى، تقريبا واحد 14 غرام ديال الخميره ديال الحلوى. نعاود لكم مقادير، عندنا 400 غرام ديال القرعه حمراء مقطعه طريفات مبخره، وغادي نمعكوها حتى نحصلوا على واحد البيوري. عندنا 150 غرام ديال الدقيق الابيض من النوع الجيد، 150 غرام ديال السكر البني السكر الاشقر، 150 غرام ديال الزبده تكون بحراره المطبخ، ثلاثه البيضات كبار، معلقه صغيره ديال القرفه، حكه ديال الكوزه غير شويه ماشي بزاف، عندنا واحد القريصه ديال سكينجبير، واحد القرنفله ولا جوج مدقوقين، شويه ديال الفاني، وجوج خمارات ديال الحلوى. طريقه، كنمعكو القرعه حمراء بعد ما بخرناها وكنرجعوها بيوري، كنسخن الفرن على 180 درجة، كنطربوا البيض مع السكر تقريبا واحد 4-5 ديال الدقائق حتى كيضاعف الحجم مزيان، وهذا هو السر باش كيجي الكيك ديالنا طالع وكيجي أيغي. كنزيدوا الفاني، كنزيد هذوك لي زيبيس ولا العطرية اللي ذكرت، وكنبقى كنطرب مزيان حتى كيضاعف الحجم. كنزيد الزبده كتكون بحراره المطبخ بلا ما نذوبوها، كنزيدوا الدقيق والخميره بعد ما غربلناهم، كنخلطوا الكل حتى الحصول على عجين متجانس.
كنزيد في الاخر القرعه اللي عجنتها وشكلتها على شكل بيغي، وكنزيد واحد الحفينه، سواء كندير القرقاع سواء كندير زريعه القرعه باش ما كنخرجش من لو تيم ديال القرعه، راه كتجي زوينه. كنحمرها شويه قبل ما نستعملها، ولا كنقدر نستعمل دي فخوي ساك، يعني واحد الحفينه، شويه ديال التمر مقطع رقيق، شويه ديال القرقاع، شويه ديال اللوز قبل ما نستعمل الفواكه الجافه ديالي. نخلطها في شويه ديال الدقيق ونديرها في المجمد باش ما تهبطش ليا لتحت في القاع ديال المول. بزاف السيدات كيتشكاو كيديروا لي بيبي دو شوكولا ولا كيديروا لي فخوي ساك وتيهبطوا للقاع ديال المول وكيلصق وكيطيحوا حتى لو كان التمر كيلصق في القاع ديال الكيك. اذا النصيحه او الحيله لاستوش هي نمرمدوهم في الدقيق مزيان ونديروهم في المجمد يكونوا باردين ما يكونوش سخان، تنكمل حتى الاخر ونزيدهم وندير غير واحد التخليطه خفيفه باش يبقاو شويه الفوق صافي. ونهز يدي فاش نبغي نعمر المول ديال الكيك ندهنو مزيان بالزبده والدقيق، وحتى المول يكون في المجمد، حتى هذا استوس كيعاون على ان الكيك يطلع. نهز اليد ديالي الفوق فاش نبغي نخوي لاباغاي ديالي ديال الكيك في المول. المول ديرو السيده في المجمد تدهنو بالزبده ودردر عليه الطحين وتسوسو مزيان وعاد ديرو في المجمد. في المجمد ويقدر يكون انا كنخلي لي مول في المجمد، الا كان المجمد عند السيده كبير دونك كتخلي فيه لي مول مدهونين في واحد الساك بلاستيكي كيكون بارد، يعني تيعاون ان الكيك يطلع، كيكون هذاك لو شوك تيرميك ما بين البروديه والسخونيه في الفران. دونك ناخذ مول كبير، هذا الكيك كيجي كبير، يعني مول تقريبا فيه واحد 25 سنتيم، كيجي طالع بزاف باش ما يفيدش لكم ويجيكم زوين وطالع. دونك نسخن الفرن ديالي مزيان على 180 درجه، فاش ندخل الكيك نهبط لدرجه الحراره 150 ونشعل ليه غير من التحت، نخليه حتى يطلع مزيان عاد نشعل ليه من الفوق. وبصحه وراحه، هذا تيتكال هذا لو كيك تقدروا تذوقوه بالكراميل، كيجي زوين، كيجي داك الكراميل مع لوغو ديال القرعه كيجي زوين. تقدروا تذوقوه بصلصه الكراميل من الفوق، نديروا غير واحد الكورني فيه الكراميل ودير واحد لو موفمون ديال لو فاي فيان بهذاك لو كورني كيجي زوين، وتذوقوا بلي نوا من الفوق كيجي لذيذ بزاف. وفاش يخرج من الفران كيكون هشيش، نخليه حتى يبرد واحد 30 دقيقه عاد نحيدوه من المول. وبصحه وراحه. طيب يعطيك الصحه زينة. هذا الكيك فعلا انا كيبان لي رائع، غادي نجربه شخصيا لانه فيه القرفه والقرنفل وسكين جبير والكوزه وهذه كلها اللي كانت خزي بيس هادو اللي كان كتعجبني بزاف. غير الناس اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم يردوا البال، لانه الكوزه غير منصوح بها بتاتا، وكذلك القرفه كتجري الدم، هادو يردوا البال. خفي يديك على الليله عندك مول الدار فيه التونسيون سورتو الوليدات.